بسم الله الرحمن الرحيم. الكالكولس ثالثة ثانوي شابتر 3 اكسرسايز الخامس. احنا مفوتين الاكسرسايز الثالث والرابع عشان دول هنعملهم مع الابليكيشنز. هي مش يعني مش مترتبة زي ترتيب المعاصر بالظبط، هي مترتبة كده. احنا مخلين الابليكيشنز كلها مع بعض لوحدها في الاخر. يلا، لو الفيرست ديريفاتيف لفانكشن ديكريزنج هيبقى نيجاتيف. انكريزنج فين دي؟ دي ممكن تعرفها بتانية ثانوي ان هي كيرف، ان هي كيرف كوادراتيك باصص لتحت، او ممكن بقى تعمل ديريفاتيف اف داش وتعملها بالساين اوف فانكشن. دي مش مستاهله بصراحه ثالثه ثانوي خالص. ده كيرف كوادراتيك باصص لتحت ومعدي من على الاوريجن، يبقى انكريزنج قبل الزيرو. يعني اعمل كده كده. اللي بعده برضو ده ممكن تعمله بتانية ثانوي، ان ده حرف اللي هو الفي، الفيرتكس صفر وواحد وباصص لتحت، يبقى ديكريزنج من بعد الصفر. او تعملها بتالتة ثانوي، تعمل ديريفاتيف وتعملها بالساين اوف فانكشن. دي لو عملت لها ديريفاتيف هيبقى 3x سكوير بلس 4. لو سويتها بصفر مش هتطلع حاجة، يبقى بوزيتيف على طول، يبقى انكريزنج على طول. اللي بعدها هتبقى ايه وانفينيتي ليه؟ هنعمل اف داش داون باور 2 داون ديريفاتيف اب لين اكس في 1 ماينس الاب اكس في 1 على اكس، يعني ماينس 1. ال f داش دي لما نساويها بزيرو بيبقى اللي فوق بزيرو، يعني لين x بواحد، يعني x equal e power واحد. يعني ايه؟ هتعوض بأرقام بعد ال e وأرقام قبل ال e، هيبقى ايه؟ و infinity. السؤال اللي بعده f of x بتساوي كذا، عايزين نعرف فيها كام critical point. هنجيب f داش derivative هنسويها بصفر، هيطلع الاكس بواحد او بنيجاتيف واحد، يبقى ده كان كريتيكال بوينت اتنين. عايز اعرف دي ليها كام كريتيكال بوينت. اف اوف اكس هنعمل اف داش ضفل ضفل الفانكشن تحت وفوق الديريفيتيف بتاعها، هنساوي اللي فوق بزيرو يبقى اكس بزيرو، طيب ليه اكس بزيرو ريفيوزد؟ لانك لو حطيت زيرو هيبقى لين نيجاتيف 4، ما ينفعش حاجه اسمها لين نيجاتيف. يبقى لهذه الفانكشن لا يوجد كريتيكال بوينتس. حاجه كده محفظينها لكم كلنا، نقطه وبيقول لك النقطه دي كريتيكال بوينت، تستخدمها مرتين، مره كنقطه تعديها في الفانكشن، ومره ككريتيكال بوينت يبقى عندها الاف داش بصفر. دي الاول او دي الاول مش فارقه، الاف داش اهو 2ax plus b at x equal 1 يبقى 2a times 1 plus b بتساوي 0. طيب 1 و4 موجود على الكيرف، يعني ال4 مكان ال y وال x مكانها 1، يبقى a plus b plus 2 بتساوي 4، يعني a plus b بتساوي 2 و 2a plus b بتساوي 0، هيطلع ال a ب negative 2 وال b ب 4، يعني a minus b اللي هي negative 2 minus 4 يبقى negative 6. All the following functions are increasing in their domain except the linear increasing والأخيرة increasing ودي increasing. دي quadratic هتبقى decrease ثم increase. ده لو أنت عارف معلومات تانية سنة وتحلها أسرع بعينيك، لو مش عارف أقعد أعمل derivative وكده وجرب. عايز أعرف دي increasing فين؟ أنا ممكن أعملها بتانية ثانوي أسهل. الـ vertex 3 و 2 وهي باصة لفوق، يبقى قبل ال 3 decreasing وبعد ال 3 increasing، أو تعملها بتالتة سنة. دي عايز أعرف decreasing فين، هنعمل f داش يبقى 3x square minus 12 ونسويها بزيرو هيطلع negative 2 و 2 ونجرب، عندها decreasing ما بين negative 2 و 2، يعني f داش negative ما بينهم. x is continuous
function on R. And the function f has critical point at x equal a. يبقى الاف داش بصفر، الجملة دي سليمة. ممكن تبقى undefined وممكن تبقى الديريفيتيف هنا غير الديريفيتيف هنا، نوت ديفرنشال، وكل دي حالات من حالات الكريتيكال بوينت، تنفع تبقى كريتيكال بوينت. يلا هاز لوكال اكستريما، يعني نستخدمها ككيرف، كنقطة على الكيرف، حط مكان الاكس واحد ومكان الواي اتنين، طلعت ايكويشن فيها اي وبي، وممكن تستخدمها انها كريتيكال بوينت، يعني الاف داش عندها بصفر، ادي الاف داش عوض بواحد يبقى 4a بلس b بصفر، هتحل التو ايكويشنز دول مع بعض هيطلع لك a بكذا وb بكذا، تجمعهم يبقى نيجاتيف واحد ونص. لوكال ماكسيمم يبقى الاف داش هت x equal 1 هتبقى بزيرو، الاف داش هتبقى 3 هتنزل هتبقى 9 ax باور 2 ماينس b. نحط مكان الاكس واحد يبقى 9a ماينس b بتساوي صفر، يبقى 9a بتساوي b، يبقى b على a بتساوي 9. has local maximum لما الاكس تساوي 45 45 degrees يعني. طيب اف داش الكوتان هتبقى نيجاتيف كوسيك سكوير، الكوسيك هتبقى نيجاتيف، الكوسيك هتبقى بوزيتيف كوسيك كوتان، خد النيجاتيف كوسيك كومن، يا ده بزيرو يا ده بزيرو. طبعا كوسيك اكس بزيرو ده احتمال يعني ما ينفعش undefined لان الكوسيك عكس الساين. طيب يبقى ده هو اللي بزيرو، يبقى الكوسيك بتساوي بوزيتيف ام كوتان اكس، يبقى الام بتساوي كوسيك على كوتان، الكوسيك واحد على ساين والكوتان عكس التان كانها تان يعني، يعني ساين على كوزاين، اشطب ده مع ده، يعني واحد على كوزاين عوض على كوزاين ب 45 تبقى روت 2. فانكشن اودو كونتينيوس المينيموم فاليو عند 2، لازم يكون عارف قوي ثانيه ثانوي وعارف موضوع الاود، مراجعينها طبعا مليون مره. اودو يعني سيمتريك على الاوريجن، يبقى لو لوكال مي لو لوكال مينيمم عند ال 2 يبقى لوكال ماكسيمم عند النيجاتيف 2، لو كانت ايفن هيبقى لوكال مينيمم برضو عند النيجاتيف 2 لان كانت هتبقى الرسمه دبليو كده. الفانكشن دي هاز لوكال ماكسيمم ات اكس ايكوال نيجاتيف 2، يعني هنعمل لها اف داش اي اكس باور نيجاتيف 1 هيبقى نيجاتيف اي اكس باور نيجاتيف 2، هنساويها بصفر وان هتروح بالنيجاتيف، هنحط مكان الاكس نيجاتيف 2 يبقى هنا 4، يبقى ايه على 4 بواحد يعني الاي بتساوي 4. اف داش داون باور 2 داون ديريفيتيف اب ماينس اب ديريفيتيف داون داون باور 2 لين اكس ماينس 1 لوكال مينيمم، يعني الديريفيتيف ده بصفر يعني اللي فوق بصفر يعني لين اكس بواحد يبقى اكس بي، هدي كانها لوج اكس بيز اي يبقى اكس بتساوي اي باور 1. او كمعلومة لين مين يديك واحد لين ايه؟ للناس اللي مش فاكرة يعني ايه مش فاكرة لين؟ ما تفتكرها، هتاكل القرف. f of x بتساوي if f is a function where f of x بتساوي كذا then the function امتى تبقى decreasing. طب يعني المسألة دي بدل ما نسيبها fraction كده تبقى ال first على ال denominator وال second على ال denominator، هتبقى x باور 2 بلس x باور نيجاتيف 2، f داش هتبقى 2x نيجاتيف 2x باور نيجاتيف 3، هنساويها بصفر. طيب f داش هتبقى undefined لو كانت x بصفر، او لو سويناهم ببعض هيبقى الاكس بتساوي بوزيتيف ونيجاتيف 1، يبقى عندنا مشكله في النيجاتيف 1 وفي الصفر وفي ال 1. نقعد نجرب هنلاقي الفانكشن ديكريزنج يعني الاف داش نيجاتيف قبل النيجاتيف 1 وبتوين 0 و 1، عندنا الكريتيكال بوينت اللي عندها اف داش بصفر او undefined. عايز اعرف امتى الفانكشن دي ديكريزنج، نفس الكلام هنعملها ديريفيتيف باور نيجاتيف، يبقى نحطها على شكلها الاصلي، يبقى دي فيها اللقطتين الاف داش ممكن يبقى بصفر لو اللي فوق بصفر يعني عند 0 و undefined لو اللي تحت بزيرو يعني x positive or negative 2،
يبقى دي الكريتيكال بوينتس، وهنجرب وهنعرف امتى ديكريزنج. اف اوف اكس هتوزع على الاكس هنا، يبقى اكس ايه واكس لين اكس، هتعمل لها ديريفاتيف. ايه اكس يبقى ايه، دي حاجتين تايمز بعض وفي ماينس بره، الاولى في ديريفاتيف الثانيه بلس الثانيه في ديريفاتيف الاولى. هنوزع النيجاتيف، يبقى نيجاتيف واحد نيجاتيف لين اكس. at x equal e يبقى 1 ماينس 1 ماينس 1 يبقى 1، يبقى a ماينس 2 بتساوي 0، يبقى a بتساوي b. f داش الاولى في ديريفاتيف الثانيه بلس الثانيه في ديريفاتيف الاولى. x في 1 على x ب 1 يبقى ln x ب نيجاتيف 1، يبقى x بتساوي e باور نيجاتيف 1 يعني 1 على e. اف داش فضل دي هتنزل في ديريفاتيف الباور، حاجتين تايمز بعض بزيرو، التانية ما تنفعش تبقى بزيرو، مفيش حاجة باور حاجة تديك زيرو، يبقى ده إلا طبعا لو كان البيز زيرو، لكن البيز هنا رقم، يبقى ده ما ينفعش يكون بزيرو، يبقى الفيرست بزيرو، يبقى اكس بتساوي واحد. هتجرب بقى بتاعت تطلع بعد الواحد، هي للاف داش بتاعتها بوزيتيف. f is a polynomial function of fourth degree. الدومين بتاعها r. the greatest number of critical points هيكونوا 3. ليه؟ جرب كده اي function fourth degree، اعمل derivative هتساويها بزيرو، هيطلع 3 critical points، ده اقصى عدد من critical points اللي ممكن يقابلك في fourth degree. f is a curve of function f. If the curve of the function f is polynomial, has local maximum value at the point a و b. Local maximum يبقى derivative عنده بزيرو. Definition. مين اللي ليها local minimum؟ هتجرب هتلاقي دي. ما فيهاش أي فن يعني. هتجرب أربع اختيارات تشوف مين اللي عندها ال f داش قبلها نيجاتيف، يعني f داش بتساويها بصفر، قبلها نيجاتيف وبعديها بوزيتيف. مين في دول has local maximum value if the function has local maximum؟ هتجرب، هنجرب كده رابع واحدة هتطلع، دي هتطلع ليها local maximum value، غير كده لا، تجربة مفيهاش يعني مفيش حاجة. السؤال ده بيقول لك decreasing امتى؟ هتعمل f داش، هتساوي ال f داش بصفر، اضرب في اكس سكوير عشان تظبطها، يبقى اكس يبقى تاير 2، يبقى اكس باور 3 بتساوي ايه باور 3، يبقى اكس بتساوي ايه قبل الاي ديكريزنج بعد الاي انكريزنج. فراكشن نعمل داون باور 2، داون ديريفاتيف اب ماينس اب في ديريفاتيف الداون، يبقى اكس سكوير بلس 1 ماينس 2 اكس سكوير، يبقى ماينس 1 اكس سكوير. هنساويها بصفر، يبقى اللي فوق بزيرو، يبقى 1 او نيجاتيف 1. طيب هتطلع المسألة increasing between النيجاتيف 1 والواحد، يعني ال b بواحد وال a بنيجاتيف 1. لما اعمل 1 ماينس نيجاتيف 1 هتديني 2. الماكسيمم فاليو اف داش هيطلع صفر ماينس ديريفاتيف الساين تبقى كوزاين، هنساوي ده بزيرو، يبقى الاكس ب 90 او 270. هتعوض مره ب 90 ومره ب 270، يبقى الماكسيمم فاليو بتاع الفانكشن دي الاثنين عندهم ماكسيم، عندهم ماكسيمم، بس مين اعلى حاجه؟ الفور. الفانكشن دي is increasing on its domain. نعمل f داش kx تبقى k، نيجاتيف كوزاين تبقى ساين، نسويها بصفر، يبقى ساين x بنيجاتيف k، يبقى ال x هنا او بيقول لك ان increasing، يعني increasing على طول،
يبقى ما فيش حاجه اسمها كده. يعني طالما انكريزنج على طول يبقى ده ما طلعش صفر، يبقى الاكس ده undefined. امتى بقى تطلع undefined؟ امتى يطلع الساين ملهاش اجابه؟ لو الرقم اللي اسمه كده معدي الواحد، اكبر من او يساوي واحد. السؤال اللي بعده، مسألة امتحان الترايل بتاع السنة اللي فاتت، من نيجاتيف 3 لنيجاتيف 1 اف اوف اكس بتساوي كذا، and the absolute maximum value of f equals negative 2. absolute maximum value negative 2 and the function increasing من negative 3 لنيجاتيف 1. في كلمة هنا حلوة، قال لك إن الفانكشن increasing من نيجاتيف 3 لنيجاتيف 1، يبقى معنى كده إن الأبسوليوت ماكسيمم عند نيجاتيف 1. خلاص هو ده اللي فك المسألة، يبقى عند الإكس بتساوي نيجاتيف 1 دي الأبسوليوت ماكسيمم. يعني إف داش عند نيجاتيف 1 بصفر، هتجيب إف داش إزاي بقى؟ إكس هتبقى 1، إي إكس باور نيجاتيف 1 هتبقى نيجاتيف إي إكس باور نيجاتيف 2. هنحط مكان الإكس نيجاتيف 1 ونساوي المسألة بصفر، هيطلع الايه بواحد. دي الرسمة الحقيقية بتاعتها جبتها لكم من على البرنامج بتاع جيو جبرا. f of x بتساوي كذا has local minimum value. طب نعمل f داش، التو هتنزل x minus e، التو هتنزل x minus b، هنساوي بصفر، هنفك التو، 2x و 2x يبقى 4x، minus 2a minus 2b بتساوي 0، يبقى 2x بتساوي a plus b، يبقى x بتساوي a plus b على 2. الفانكشن دي has a critical point لما x بتساوي 2، نعمل لها f dash x square هتبقى 2x، b على x، b x power negative 1 يعني هتبقى negative b x power negative 2. لما تكون ال x بتساوي 2 هيبقى 4 minus b على 4، يبقى البي بتساوي 16. اف داش اوف سي من البلس من اليمين، دي داش دي مش 1 طبعا، مش اف باور 1 اكيد، واف داش سي من الشمال، يبقى ده معناها ان هي ايه كريتيكال بوينتس، او قصده بيها يعني فيرست ديريفيتيف كلمه 1 دي، بس كان المفروض يحطها في براكت صغير. طيب دي ليها كريتيكال بوينت ات سي و0، لو كان ال f داش دي هيكون ال f داش بتاعتها undefined، لان دي لما تعمل لها derivative يبقى فيها power negative يعني هتبقى فيها fraction. ال curve f of 5 بتساوي 7 و f داش of 5 بتساوي 0 و f double داش of 5 negative، يبقى النقطة اللي اسمها 5 و 7 عندها ال داش بصفر يعني هي critical point. طيب ومكشره يبقى لوكال ماكسيمم تعريف. طيب فانكشن ديفرنشبل اف داش اوف اكس 1 ب0 يعني كريتيكال بوينت ومبتسمه، يبقى مينيمم. بيقول ان المساله دي هاز لوكال ماكسيمم لما يكون الاكس بكام؟ نجيب اف داش، الساين تبقى كوزاين، كوزاين تبقى نيجاتيف ساين، هنساويها بصفر، نعدي ده هناك يبقى كوزاين بتساوي ساين، يبقى الانجلين دول مجموعهم 90، اكس واكس يبقى 2 اكس، وادي باي على 3 بالماينس، دي كانها 90 ماينس 30 يبقى 60، 90 اسف ماينس باي على 3 30 يبقى ماينس 60 يبقى 30، باي على 6 ده اللي هو 30، يبقى اكس بتساوي 30 على 12، 30 على 2 اسف يبقى 15 اللي هو باي على 2. السؤال ده جديد كده وظريف حلو. مديلك هنا اف داش بتساوي اكس ماينس ام واكس ماينس كي تايمز اكس ماينس كي، وخد بالك من المعلومة دي، الكي ده رقم أكبر من الإم، وليكن الكي مثلا بخمسة مثلا والإم مثلا بتلاتة. طيب
لو عملنا اف داش كده كده الاف داش اهي، حطينا ام هيبقى ده صفر، خلاص يبقى كل المسألة بصفر. طب لو حطينا كي هيبقى ده كي، كي ماينس كي بصفر، يبقى كل المسألة بصفر. طيب يعني معنى كده ان عند الام او عند الكي يبقى الاف داش بصفر. وطبعا معلش دي ظهرت قبل دي ثواني. ليه الرسمة دي كده؟ ليه قبل الام بوزيتيف وبينهم نيجاتيف؟ ليها سبب تعرف تثبته لنا؟ اه الاف داش لو حطيت رقم قبل الام، احنا قلنا الام ده مثلا ب3 والكي مثلا ب5، فلو حطيت رقم قبل الثلاثة حطيت 1 مثلا هيبقى ده نيجاتيف، وده اكيد نيجاتيف، اه تبقى بوزيتيف. نفس الكلام لو حطيت رقم اكبر من الكي، حطيت 10 مثلا يبقى ده بوزيتيف وده بوزيتيف، تبقى بوزيتيف برضه. حطيت رقم ما بينهم، جرب اي رقم ما بين 4 مثلا هتلاقي مختلفين، هتلاقي واحد نيجاتيف وواحد بوزيتيف. يبقى زي ما انت شايف الثلاثة صح، الاف داش عند الام قد الاف داش عند الكي دي سليمة، الاف دبل داش قبل الام نيجاتيف، قصدي عند الام نيجاتيف وعند الكي بوزيتيف، مكشرة ومبسوطة. The function has inflection point، دايما الانفليكشن بوينت بتبقى ما بين الام والكي، يعني عند ام بلس كي اوفر 2. سؤال صعباني شوية يعني، حلو سؤال حلو. f is even function for all values of x belongs to R and it has local maximum value at x equal a. عند الـ a ليه local maximum؟ السؤال ده جه هنا بالغلط، يعني هو المفروض كان في سؤال شبهه قبليه كنا حليناه في أول الحصة، كان شبهه بالظبط، كان يجي معاه أحسن، اللي هو كان الأود سؤال أخوه، فهو ده ترتيب خاطئ من المعاصر، فكان حاطه ده جنب أخوه التاني. حتى ساعتها أنا قلتها أورال، هتلاقيها ارجع كده في الفيديو في الثانية، في الدقيقة مثلا الثالثة ولا الرابعة هتلاقيه. f is a continuous decreasing function when interval من 0 إلى 10 has critical point at 4 و 2. عند ال 4 و 2 في critical point وهي decreasing، ازاي دي اهي كده مثلا. which of the following has be false؟ f of 4 neither local minimum، دي جملة سليمة مش false. f dash عند ال 4 does not exist، دي سليمة، ما انتش عارف عند ال 4 هي صفر ولا لا. f داش of 4 بصفر ممكن برضو تحصل، ممكن ده او ده، كل ده وارد، لكن اللي انا ضامن ان هو هيبقى فولس فولس ان ال f داش عند ال 4 بنيجاتيف، ما ينفعش بقى، لان لو ال f داش بنيجاتيف الديريفاتيف بنيجاتيف تبقى مش كريتيكال بوينت. ماشي، الاف دبل اللي بعديها بقى مدي لك الاف دبل داش وبيقول لك then the curve of the function f is convex up at the intervals not. ده الاف دبل داش يعني عند نيجاتيف 2 وعند 3 هنعوض قبل وبعد، هنلاقيها عامله كده، يبقى هنا مبتسمه مكشره مبتسمه. الكيرف كونفكس اب مكشرة في الانترفال من كام لكام؟ بتبقى كونفكس اب مكشرة لو الاف دبل داش نيجاتيف. ديفينيشن، اف داش اوف نيجاتيف 1 بتساوي اف داش اوف 3 بتساوي صفر، بس الاف دبل داش مبتسمة من نيجاتيف 2 ل 2، يعني الرسمة عاملة كده. Then f of negative 1 local maximum، لا طيب f of 3 local maximum، لا برضو. طب f of negative 1 local minimum، اه هي دي. طب f of 3 local minimum، لا خلاص عند negative 1. f of x بتساوي كذا، الاختيارات بتقول ايه؟ 1 local minimum value and 2 local maximum value
different local minimum values. يعني محتاجين نجيب داش اهو ونساويها بصفر، هيطلع ليها 3 local، هيبقى ليها 3 critical points. هو بيقول ايه بقى في الاختيارات؟ 1 local minimum and 2 local maximum. غلط، العكس، 2 different local minimum، 2 local minimum and 1 local maximum. بس انا بقول ان هما different، هما مش different، هما قد بعض. 2 local minimum values and no local maximum. غلط، هي الأخيرة بقى، 2 local minimum values and 1 local maximum value. عايز ان هما equal طبعا، لكن بي غلط، لان هو كان بي بيقول ان هما different، مختلفين. اف داش بتساوي كذا then the function decreasing امتى؟ هو هنا مديك الاف داش مش الاف، هتبقى decreasing من 1 ل 3. السؤال اللي بعديها، امتى الفانكشن دي تبقى decreasing؟ هنعمل اف داش ونساويها بصفر ونعوض برقم قبل الايه، هتلاقيه نيجاتيف. g is increasing function on r، h is decreasing function on r، f of x بتساوي 4 g of x minus 3 h of x، then f is not. دي بدل ما نخش في قصة proof، افترض بقى، يعني بيقول لك ال g increasing، افترض ان g ب x، ال h decreasing، افترض ال h ب negative x، تمام؟ then the function f is، ال f عبارة عن 4 g يعني 4 x minus 3 h يعني minus 3 في negative x يعني 7 x، يبقى increasing. f و g are two increasing function on R، which of the following is increasing on its domain؟ برضو افترض ان ال f وال g وال h اسمهم x، يبقى مين اللي يفضل increasing لو جمعناهم مع بعض؟ 2x. the function ال f double dash positive يعني مكشرة، سوري مبتسمة، on interval يعني convex down، then the curve convex down، خلاص the curve of the function is convex down. مين في دول اللي convex down؟ والله هنجرب convex down على طول، هنجرب هتلاقي ده الأخير، هتلاقي لو عوضت قبل وبعد هتلاقيه طالع ب positive يعني convex down على طول. the curve of the function كذا is convex up، مكشر لما تكون x belongs لكام؟ هنعمل f داش وكمان f دبل داش وهنساويها بصفر، هيطلع x بواحد، يبقى قبل الواحد مكشرة convex up وبعد الواحد مبتسم. f of x بتساوي a minus 2 x square plus 3x minus 5. the curve of the function is concave down يعني convex up. هنشوفها امتى convex up؟ هتلاقي لما ال a تكون اقل من 2، ونجرب. the curve كذا is convex down، هنعمل f داش الأولى في derivative التانية بلس التانية في derivative الأولى، خد e power x common سويها، استنى كده هو عايز يعرف امتى convex down، هات f double dash الأولى في derivative التانية والتانية في derivative الأولى، يعني e power x افتح براكت هيبقى x minus 1 plus 1 يعني e power x في x، هتساويها بزيرو، طبعا ده مش هينفع يساوي زيرو، فده اللي هيساوي زيرو. هتجرب قبل وبعد، هتلاقي بعد الزيرو
ال F double dash positive يعني convex down. ال curve is convex up. ال curve ده convex up امتى؟ يبقى هنجيب F dash 3x square و negative 4x F double dash 6x و negative 4 convex up يعني مكشرة. باين قوي انها من نيجاتيف انفينيتي لزيرو، لان قبل الزيرو هتعوض ايه؟ ما هي كده كده اصلا الاف دبل داش نيجاتيف. if the curve of the function f lies above all tangents تعريف، يبقى convex down لان اي تانجنت للكيرف ده هيبقى هو تحته، فدي ما لهاش غير ان هي تبقى convex down كده، بحيث ان هي ايه، معلش الرسمة، يبقى الكيرف دايما التانجنت، يعني يبقى الكيرف يقع فوق التانجنت. السؤال ده اتكرر المرة ال 12 مثلا في الكالكولس، اللي هو الشكل بتاع الديريفاتيف. المنظر ده كده معناه اف دبل داش، اف دبل داش بوزيتيف يبقى كونفكس داون. has inflection point يعني اف دبل داش، هنجيب اف داش. عشان عايزينكم بقى نجري الريتم كده، انت بتعرف تعمل ديريفاتيف خلاص، ده احنا في شابتر 3. اف دبل داش وهنساويها بصفر، نحط مكان الاكس 5 هيطلع السي ب 10. has inflection point هتعمل اف داش واف دبل داش تساويها بصفر هيطلع صفر، تعوض في الاصليه بصفر يديك نيجاتيف 1، يبقى صفر ونيجاتيف 1. 1 و 2 inflection point، يلا هات اف، هي دي اصلا اف داش، هات دبل داش حط الاكس بواحد هيطلع الواي بصفر، جيب لك كين. The critical point of the function x power 3 plus 60. The critical point of the function x power 3 plus 60 is not. هنجيب f dash f double dash هنساويها بصفر، هتبقى inflection point. طب f dash لو سويناها بصفر هتطلع صفر برضه، بس هيطلع قبلها وبعدها نفس ال، يعني هي هتطلع هنا ال عند الزيرو inflection point، مش لوكال ماكسيمم ولا لوكال مينيمم. بس انت لو حطيت كمان، يعني لو عملت رسمه للاف داش اللي انا ما عملتهاش وسويت ده بصفر، هيطلع قبليها بوزيتيف وبعديها برضو بوزيتيف. مسألة رقم 63 has inflection point at 3 negative 9. خلاص بقى نفس القصة، هنجيب اف داش واف دبل داش اوف 3 نساويها بصفر، حط مكان الاكس 3 هيطلع الاي بنيجاتيف 9، يبقى 3 ونيجاتيف 9 ده ايه؟ نقطة على الكيرف، هنحط مكان الاكس 3 اهي ومكان الواي نيجاتيف 9، هيبقى متبقي لك بس البي. انت عرفت ان الاي بنيجاتيف 9، هيبقى متبقي لك هنا البي وتجمعهم مع بعض يطلع اي بلس بي ب 6. point which separate the convexity up and down down parts are called the inflection point، اللي هي بتفصل ال convexity up عن ال convexity down. x power 4 النقطة 0 و0 تقرب لها ايه؟ هات f داش سويها بصفر، خلاص مش محتاج تعمل f double dash local minimum. ال curve of the function has an inflection point then the maximum number of points which the curve intersects تلاتة اخر، ان هو عنده inflection point واحدة has an inflection point، يعني بالمنظر ده اخره يكون لامس الكيرف، اخره يكون لامس الكيرف تلات مرات، ده اخره. لو المسألة فورث ديجري عايز أعرف أكتر عدد ممكن يكون موجود في من الانفليكشن بوينتس، اتنين، إزاي؟ هنفترض مثلا، سوري، هنفترض f of x بالمنظر ده فورث ديجري أهي،
انا ظابط الارقام دي بس عشان ما تبقاش ديسيمالز، بس حتى لو انت حاطط اي ارقام هيطلع معاك برضو 2 انفليكشن بوينتس. ادي الفيرست ديريفيتيف وادي السكند ديريفيتيف، لو شغلناها بصفر هيطلع اجابتين. اند اف اند اف اف اوف اكس هاز ان انفليكشن بوينت 2 و 0، هنا الاف دبل داش هيبقى undefined، لان ده هيبقى fraction وتحت اكس. if the function f of x بتساوي g minus h such that g dash بتساوي h dash و g double dash اكبر من h double dash. طيب f dash بتساوي g dash minus h dash، لما نعمل derivative f dash of 2 يبقى g dash of 2 minus h dash of 2، f double dash هيبقى g double dash minus h double dash. هو بيقول ان g double dash اكبر، يبقى اكيد ده بوزيتيف، فلما تكون الاف دبل داش عند 2 بوزيتيف على طول يبقى ليها لوكال مينيمم فاليو. if the function f is defined on the interval a و b، الاف داش بتاعتها نيجاتيف on the same interval، يبقى الابسوليوت ماكسيمم فاليو هيبقى عند الاي f of a، وقال فاليو مش الاكس، مش عند مين، وعايز الفاليو نفسها يعني الواي. الفانكشن دي then all of the following statements are true except، دي الاف داش نسويها بصفر هتطلع كده. يبقى الحاجه هنا اللي غلط ان الاف has local minimum at x equal 3، الباقي كله هتلاقيه صح. x e power x الاف داش الاولى في الدريفيتيف الثانيه، الثانيه في الدريفيتيف الاولى، خد e power x common سويها بصفر، هيبقى طبعا ما ينفعش الاولانيه تكون بزيرو، جت كذا مره الفكره دي، يبقى x بنيجاتيف 1 ونجرب عندها لوكال مينيمم. اللي بعديها e power x minus براكت حاجتين تايمز بعض، الاولى في derivative الثانيه بلس الثانيه في derivative الاولى، واجي اوزع النيجاتيف، طير ده مع ده، يبقى نيجاتيف x e power x بتساوي صفر، يا ده بزيرو يا ده بزيرو، يعني اكس بزيرو زي اللي فوق، هنعوض هنلاقيها ايه بوزيتيف ثم نيجاتيف، يبقى طالع ثم نازل، يبقى ماكسيمم بوينت. ابسوليت ماكسيمم هنجيب اف داش الاولى في الدريفيتيف الثانيه بلس الثانيه في الدريفيتيف الاولى هنساويها بصفر، خدنا سوري الاي باور نيجاتيف اكس كومن هكذا هنساويها بصفر، يبقى ده بصفر يبقى اكس بواحد، وتعمل بقى اف اوف زيرو البدايه والنهايه والكريتيكال بوينت وتشوف مين اعلى واحده فيهم. هل 10 على اي اكبر من 40 على اي باور 4؟ اه، جرب بالكالكوليتر وحولهم ديسيمالز. هتعمل اف داش تساوي بصفر هيطلع undefined، يبقى ملهاش لوكال ماكسيمم. طيب هنجرب هنلاقيها انكريز يعني بوزيتيف على طول. اف داش بتساوي الاولى في الدريفيتيف الثانيه بلس الثانيه في الدريفيتيف الاولى، والكوزاين بنيجاتيف ساين. f داش اوف x بتساوي ده هيطير مع ده، يبقى كوزين x هنساويها بزيرو، يبقى x بزيرو او 90، نجرب الزيرو 90 والبدايه والنهايه ونشوف مين اعلى واحده، اعلى فاليو هتطلع باي. absolute maximum value نعمل f داش الاولى في derivative الثانيه بلس الثانيه في derivative الاولى، ده ب 1 هنساويها بصفر، هيطلع الاكس بتساوي e باور نيجاتيف 1، هتعوض ب e باور نيجاتيف 1 والبدايه اللي هي e باور نيجاتيف 2 والنهايه اللي هي e، ونشوف مين هيدي لك الاكبر. The curve of the function f lies in the third quadrant كده، and the function is decreasing من a الى b، ماشي. Then the function g of x اللي هي f of x times e power x هتبقى ايه؟ بص يا سيدي، ال f is negative على طول، ال f dash negative برضه لانها decreasing، ال g بتساوي دول في بعض، ال e power x على طول positive مهما كانت ال x بكام، وال f of x على طول negative، يبقى ال g هنا negative، يبقى عرفنا ان ال g تحت. طب ال g dash الاولى derivative الثانيه، الثانيه derivative الاولى، ال e power x على طول بوزيتيف
بس الاف داش نيجاتيف يبقى ده نيجاتيف، وهنا نفس الكلام ده بوزيتيف بس ده نيجاتيف يبقى نيجاتيف، نيجاتيف بلس نيجاتيف بنيجاتيف يبقى ديكريزنج. حتة مسألة دماغ قوي 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 قوي. K is differentiable function on R and its range R negative. F dash بتساوي كذا. Then the function F has ال F dash أهي. هو بيقول لك ال K ال F dash ده بتساوي ده times K. الرينج بتاع ال K R negative، يعني ال K دي على طول negative. طيب ده لوحده لو عملنا له ساين اوف فانكشن هتبقى كده، بس لما نحط له نيجاتيف هنعكس، هيبقى البوزيتيف نيجاتيف والنيجاتيف بوزيتيف. يبقى ليها لوكال مينيمم فاليو عند اكس بتساوي نيجاتيف 2 ولوكال ماكسيمم عند اكس بتساوي 2. The curve of the function f has local minimum at x بتساوي ايه؟ And f of x negative for all values of x. Then which of the following graphs has local minimum value at x بتساوي ايه؟ ده عايز واحد يكون لعيب في تانية ثانوي، لازم تكون كنت فاهم تانية ثانوي كويس. ارجع بقى في المسألة دي لحصة الشرح أو حصة الريفيجن، هتلاقيني شارح قبل المسألة دي، هتلاقيني شارح الفرق ما بين الأربعة دول من تانية ثانوي. f of x لو الفيرتكس ايه ورقم، f of x plus k الرقم ده بيزيد عليه، يعني الواي هي اللي بتزيد بس، فيفضل على نفس الايه الاكس ايكوال ايه، يفضل عندها نفس على نفس الواي لوكال مينيمم. f is increasing function in its domain. Which of the following functions decreasing؟ افترض ان ال f of x بتساوي x، يبقى ال negative x هي اللي تبقى decreasing، يبقى لو ال g بتساوي negative f. منديك f دبل داش، يعني ال 1 وال 2 دول المفروض ان هما اتنين inflection point صح؟ بس لا لا، لان دي مش negative، يعني دي negative ثم positive ثم positive، يبقى ليها كام inflection point؟ واحد. مقلب المسألة دي جامد، لو انت ما جربتش تلبس المقلب جامد. If f of x if the curve of the function f equal f of x بتساوي كذا has horizontal tangent and inflection point at the same point. يعني بالصلاة على النبي كده f داش بصفر و f دبل داش بصفر، هنعمل derivative هنساويها بزيرو، وهنعمل second derivative وهنساويها بزيرو، يطلع ال x بنيجاتيف واحد. المفروض عند ال x بنيجاتيف واحد دي يبقى ال f داش بصفر وال f دبل داش بصفر. عند ال f داش بصفر دي هيطلع ال k بتساوي 3، لأن ال k كانت موجودة في ال f داش مش في ال f دبل داش. Equation of tangent of the curve كذا at the point of inflection، يبقى هنجيب f داش ثم f دبل داش هنساويها بصفر، هيطلع x هنعوض في الأصلية. المهم جبنا ال point of inflection. اللي جاي ده بقى ايه؟ أولى ثانوي، عشان تجيب ال equation y minus على x minus بتساوي ال slope. ال slope هو ال derivative أو ال f داش لما يكون ال x بنيجاتيف 1 هيبقى 3 minus 6 يبقى نيجاتيف 3. بل f داش اوف نيجاتيف 1 بتساوي نيجاتيف 3. ده بالمناسبة ده الـ derivative، يبقى y minus 2 بتساوي نيجاتيف 3 في x بلس 1. هنعوض بقى في الـ f داش عن الـ a ب6، هيطلع x سكوير minus 4 x بلس 3 بتساوي 0، يعني عند الـ x بتساوي 3 هيطلع local minimum. طبعا انت عارف انك لو حطيت بقى مكان ال يعني لو عملت ساين اوف فانكشن وحطيت اكس بتساوي 3 وعوضت قبلها وبعدها هتلاقي نازل وبعد كده طالع. طيب السؤال اللي بعده مديك اف داش بتساوي لين اكس على اكس، هنساوي طبعا اف داش اللي هو مديها لك جاهزه دي بزيرو،
يبقى لين اكس بتساوي اكس بتساوي 0، يبقى اكس بتساوي اي باور 0 اللي هي 1. طيب يبقى عند الاف داش ب1 هتكون بصفر، قبلها نيجاتيف وبعدها بوزيتيف. اف دبل داش هنعمل ايه؟ داون باور 2، ده فراكشن، داون في ديريفاتيف الاب ماينس الاب في ديريفاتيف الداون. اكس في 1 على اكس يعني 1، ماينس لين اكس بتساوي 0، يبقى لين اكس بتساوي 1، يبقى الاكس بتساوي اي. يبقى الاف دبل داش قبل الاي بوزيتيف وبعد الاي نيجاتيف، يبقى الاختيار الاخير الاكس لما تكون اكبر من 1 يبقى increasing، وكونفكس اب لما تكون اكس اكبر من الاي. مسألة امتحان السنة اللي فاتت كان سؤال ظريف، اداك جي اوف 1 بكي وجي دبل داش اوف 1 ب6، خليهم في دماغك. وبيكلمك بقى بيقول لك ان 1 و5 انفليكشن بوينت، يعني بيجرجرك كده انك تعمل داش ودبل داش. الاف دبل داش اوف 1 هتكون بصفر، ادي الاف دبل داش وادي مكان الاكس 1، الكلام ده بصفر. الجي دبل داش اوف 1 ب6 يطلع السي بنيجاتيف 3. الواحد وخمسة انفليكشن بوينت، يعني تقع على الكيرف الأصلي، يعني اف اوف 1 بتساوي 5، يعني اف اوف 1 اللي هي سي تايمز 1 بلس جي اوف 1، جي اوف 1 بكي، طلع الكي ب8، يبقى كي ماينس سي بتساوي 11. اف از ديفرنشبل توايس فانكشن ان ذا انترفال من نيجاتيف 1 ل 1، اف داش انكريزنج من نيجاتيف 1 ل 0 وديكريزنج من 0 ل 1. اف داش انكريزنج يعني الاف دبل داش بتاعتها بوزيتيف، والاف داش ديكريزنج يعني هنا اتعامل مع الاف داش كانها هي الفانكشن الاولى، يبقى اف دبل داش بوزيتيف. يبقى البوينت 0 واف اوف 0 دي هتكون انفليكشن بوينت عشان ال f دبل داش مقسومة عند الصفر. تاني لقطة السؤال ده اتعامل مع ال f داش كأنها هي الفانكشن الأصلية، وال f دبل داش كأنها هي السلوك الأولاني. لين حاجتين تايمز بعض هنخليها لين بلس لين عشان ما نخشش في متاهات، يبقى لين x كمان هنا لين e باور x يعني x، f داش لين x بواحد على x ديريفيتيف ال x بواحد، هنساوي ده بزيرو يبقى واحد على x بنيجاتيف واحد، يبقى ال x بتساوي نيجاتيف 1 لما نعمل كروس. طبعا ده ريفيوزد لان لو الاكس بنيجاتيف 1 هيبقى لين نيجاتيف وده ما ينفعش. طب هنعوض هنلاقيها بوزيتيف على طول، يبقى انكريزنج اون اتس دومين، نعوض في الاف داش باي رقم هتلاقيها بوزيتيف على طول. يا سؤال قديم من شابتر 1، لين الطرفين، يبقى لين واي 1 على واي دي واي باي دي اكس بتساوي 1 بلس لين اكس، وادي الواي هناك سويها بزيرو، يبقى يا اما الواي بزيرو يا اما لين اكس بنيجاتيف 1 يعني اكس بتساوي اي باور نيجاتيف 1 يعني 1 على اي. اف is continuous function in the interval من a الى b and for every x1 و x2 belongs to من a الى b، f dash of x2 minus f dash of x1 أكبر من صفر، يعني x2 أكبر من x1، يعني لازم تفرهضنا معاك. هو قالها لك x2 أكبر من x1. عند x2 أكبر من x1 بيبقى ال f dash of x2 أكبر من ال f dash of x1، يعني increasing. ال f dash دايما هنا أكبر من هنا. In the interval من a و b يحصل إيه؟ طيب من المنظر ده كده لما اعمل اف دبل داش، الاف دبل داش دي كانها السلوك الاولاني للاف داش، فالاف داش انكريزنج يبقى الاف دبل داش بوزيتيف، يبقى الكيرف از كونفكس داون. سؤال مستفز يعني عايز واحد مركز جدا. اف از ا فانكشن ديفايند من 3 ل 8 بحيث ان الواي اكبر من الواي، اف اوف اكس 1 اكبر من اف اوف اكس 2،
لكل اكس 1 اقل من اكس 2 يبقى دي معناها انها ديكريزنج من 3 ل 8. ودي نفس الكلام بس كاتب لك لو كانت الاكس 1 اكبر من اكس 2، يعني انكريزنج، يعني الواي الثانيه اكبر من الواي الاولانيه لان الماينس بتاعهم اكبر من صفر. طيب وبعدين بقى تعال نشوف كده الاختيارات. اول اختيار ده سليم، اف داش عند الفور في المنطقه دي هيبقى نيجاتيف، واف داش عند نيجاتيف 2 بوزيتيف، يبقى دي جمله سليمه. اف داش اوف 0، 0 يقع هنا ببوزيتيف. اف اوف 5 ماينس اف اوف 7، الخمسه اكبر من السبعه في الواي يعني لانها ديكريزنج، يبقى ده بوزيتيف على بوزيتيف يبقى صح. طيب اف 6 ماينس اف 4، اف 6 ماينس اف 4، اف 6 اقل يبقى نيجاتيف. اف داش اوف نيجاتيف 1 بوزيتيف، نيجاتيف على بوزيتيف بنيجاتيف يبقى اقل من زيرو صح. نيجي هنا بقى اف داش اوف 6 اكبر من اف داش اوف نيجاتيف 1، ده جمله غلط، هي اقل. مسألة تنحى حبتين، 3 حبات كده رخمة، عايزة واحد يعني مجمع الدرس كويس. F و G are differentiable، F و G are two differentiable twice functions on R. ال F double dash of X أقل من G double dash of X. برضو مسألة غلسة، أنا هخلص كلامي في المسألة دي أنا هفترض وخلاص G والاف، بحيث ان جي دبل داش لما نعمل ده ديريفاتيف مرتين يبقى اكبر من الاف، من الاف دبل داش. الاتش عباره عن اف ماينس جي هتبقى بنيجاتيف 4 اكس، نيجاتيف 4 اكس دي معناها طالعه، الاتش داش نيجاتيف 4 اكس معناها هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، يبقى هاز يعني الفانكشن دي كونفكس اب. اف از ايفن فانكشن اند كونتينيوس اون ار and the function has an inflection point at x equal negative a, then the sine of f double dash of a ناحية الشمال، تخيل كده رسمة المسألة، has an inflection point عند ال a بالنيجاتيف. طيب ال f double dash قبل ال negative a هنا هيكون negative وبعديها positive، positive بعديها negative. طب ليه مش العكس؟ مش ده ينفع العكس برضه، لان هو حتى ما شرطش عليك ده بكام وده بكام، وعايز التايمز بتاعه. فحتى لو رسمتها العكس، لو خليت دي اللي عاليه ودي اللي واطيه، برضه هيطلع الاجابه في الاخر واحده. طيب الاف دبل داش اوف اي من الشمال واف سوري اف داش اوف اي من الشمال واف داش اوف اي من اليمين هيكون زيرو. f of a من الشمال و f of a من اليمين لو عملتهم تايمز بعض هيكون positive، لان كده كده الفانكشن مرسومة عالية، ال f شمال او ال f يمين كده كده positive. طب f double dash of a من الشمال، f double dash قصدي of negative a بزيرو. طيب f double dash الأخيرة بقى of a of negative a من الشمال و f double dash of a من الشمال، ده من الشمال وده من الشمال هيكونوا الإشارات عكس بعض فهيكون نيجاتيف. لو function increasing in its domain مين اللي مش لازم يكون increasing؟ c. مثال لو فرضا f of x بتساوي x، ما هي increasing اهي، هل f of x بتساوي x power 2 هتبقى increasing على طول ولا ساعات وساعات؟ لا ساعات وساعات. f of x بتساوي x plus 1 على x and the function f has local maximum value at x equal a و local minimum value at x equal b. هنعمل f dash هنساويها بصفر، هيطلع x بتساوي positive و negative 1. عند الصفر طبعا دي بتبقى undefined، يبقى ال a ب negative 1 وال b ب 1، يبقى f of a بتساوي f of b، f of a قصدي بتساوي f of negative 1، f of b بتساوي f of 1، هيطلع f of b أكبر من f of a. definition دي الـ equation بتاعت الـ tangent، وبيقول لك دايماً الـ curve smaller than or equal to الـ tangent، يبقى دي convex up، جت من شوية، لو كان أعلى يبقى convex down.
اف اوف اكس بتساوي كوساين اكس، انا انجزت وجبت لك الرسمه اهو. نمبر اوف تايمز من نيجاتيف 90 لغايه 450، من نيجاتيف 90 لغايه 450 has an absolute maximum value. Number of times it reaches the maximum value. لمست الماكسيمم فاليو ده مرتين، مره هنا ومره هنا. سؤال عبيط كده ملوش معنى، معتمد قوي على اولى ثانوي. اف از ذا ديفرنشبل فانكشن، الاف داش نيجاتيف يعني عامله كده ديكريزنج على طول، اكيد الاكس ماينس 1 قبل الاكس، فاكيد هيبقى اف اوف اكس اصغر من اف اوف اكس ماينس 1. تعريف الديكريزنج برضه سؤال عبيط وهبل مش مكاني خالص، سؤال سهل. السؤال ده بقى عجبني جدا، مدخل الجيومتريك سيكونس عجبني جدا. بيقول لك الفانكشن دي ليها كريتيكال بوينتس اسمهم اكس 1 واكس 2، والاكس 2 هي الكبيره. الاف اوف 2 واف اوف اكس 1 واف اوف اكس 2 عاملين جيومتريك سيكونس. طيب هنجيب الاول الكريتيكال بوينتس دي، هيطلع 1 و3، يبقى اكس 1 ب1 واكس 2 ب3. هنجيب اف اوف 2 اف اوف 1 واف اوف 3، بيقول لك عاملين جيومتريك سيكونس، باين ان الاي اصغر واحده 2 بلس اي و4 بلس اي، واضح ان ده هو المتوسط اللي ما بينهم، يبقى ده تايمز ده بتساوي اللي في النص باور 2. سوري، هو مرتبهم اف 2 اف اوف اكس 1 واف اوف اي، يبقى خلاص يبقى ده اللي في النص، يبقى 4 بلس اي هو اللي في النص ما بينهم. باور 2 بتساوي الفيرست تايمز اللاست، هيطلع الايه؟ نيجاتيف 8 على 3. مسألة جيومتريك سيكونس مكررها زي اللي كانت موجودة في تشابتر 1. الاف اوف اكس هنا عبارة عن مجموع الترمات دي كلها عدد لا نهائي اللي هو ايه على 1 ماينس ار، يعني اكس على اكس ماينس 1. اف داش داون باور 2 داون في ديريفاتيف الاب ماينس الاب في ديريفاتيف الداون، هيطلع كده. دبل داش داون باور 2 داون في ديريفاتيف الاب يبقى 0 ماينس الاب اللي هو نيجاتيف 1 في ديريفاتيف الداون. بس خلاص هي سهله، هي بس فكره انك تبقى عارف ان دي جيومتريك سيكونس وتجيب اس انفينيتي. هتلاقينا حالين زيها قبل كده كتير في فيديوهات قبل كده. سؤال بقى ديسكريمينانت اولى ثانوي. الفانكشن الاف داش هنا از ديكريزنج على طول. ديكريزنج على طول يعني معنى كده ان هو نيجاتيف على طول. طب اللي يخلي المساله بتاعه دي نيجاتيف على طول لو كانت ديسكريمينانت نيجاتيف والاي كمان اقل من زيرو، ده اولى ثانوي، وهتلاقيني برضو دي شارحها في الريفيجن. ممكن افكرك سريعا كده، الديسكريمينانت لما يكون نيجاتيف يبقى هاز نو سوليوشن. هاز نو سوليوشن يعني ما لمستش الاكس اكسس عشان تضمن انها ديكريزنج على طول. الاي نيجاتيف عشان تبقى كمان باصه لتحت، دي معلومه من ثانيه ثانوي، لما يكون الاكس سكوير دي جنبها نيجاتيف يبقى الرسمه كونفكس داون، يبقى دي معناها ان الرسمه بتاعت الاف داش كونفكس داون وما لمستش الاكس اكسس. f is a positive increasing function, g is a positive decreasing function. z بتساوي f على g يعني positive على positive يعني positive. هو قايل ال f وال g positive يبقى positive على positive positive. طب z داش down power 2 down derivative up minus up derivative down. هو هنا قايل ان ال f increasing يعني ال f داش ده positive، ال g decreasing يعني ال g داش دي negative. عوض كده positive minus minus يعني plus على plus، يبقى ال f دي positive و increasing على طول. A و B are absolute minimum. هنجيب f داش هنساويها بصفر، هيطلع ال x بنيجاتيف 3 أو بواحد. نيجاتيف 3 دي بره ال interval. هو بيقول لك at A و B and A و B are the absolute minimum and maximum. هنعوض ب f of negative 2 و f of 2، يبقى ال absolute maximum 22 وال absolute minimum negative 5، يبقى ال minus اللي بينهم 27.
f of x بتساوي كذا is increasing من negative infinity ل a ومن b ل infinity، يعني increasing و increasing، واللي في النص أكيد العكس. f of x بتساوي f dash ال first derivative second ب 3 minus plus second derivative first 2 over 3x power وناقص 1. وزع ده كده هيبقى لما اضرب 3 times 2 على 3 يديك 2، x power 1 plus negative 1 على 3 2 على 3 minus ده في ده يبقى 14 على 3 x power negative 1 على 3، دول تجمعهم يديك 5. x power negative 1 على 3 خده common سويها بصفر، يبقى يا اما x بصفر يا اما x لما نحل دي يطلع ب 14 على 15، يبقى ال a بصفر وال b ب 14 على 15 ونعوض بقى. مين قال لك ان ال a اصغر؟ اكيد يعني اصل بالك من negative infinity ل a وبعد كده من b ل infinity، فاكيد ال a اصغر من b، ده سؤال بديهي يعني لو كان جه في دماغ سيادتك. where m is constant is increasing function لما تكون ال m بكام؟ ادي ال f داش باينه زي الشمس، increasing لما يكون ال f داش positive، ده positive يبقى ده اكيد لازم يكون اللي فوق positive. فك بقى براكت اقعد شغل اعدادي، ده negative هيتوزع، هنطير ده مع ده. طيب x square minus 2x minus الرقم ده امتى يبقى positive ال quadratic function دي؟ ده درس اولى ثانوي، لو ال discriminant negative عشان نضمن ان ده positive على طول. discriminant يعني b square اللي هو 4 minus 4 times 1 times bracket نحط فيه ده يبقى 4، ال negative 4 تتضرب في ال negative m وفي ال negative 4 هيطلع ال m اقل من negative 5. 107 f of x بتساوي كذا set of values of a which makes the function f has no critical point، ادي f داش no critical point يعني f داش has only one sign يعني discriminant negative smaller than or equal zero، ادي discriminant هيطلع ال a between negative 6 و 6. اكسرسايز معمول كده لوحده صغنطط في 6 7 مسائل، اكس والاف داش والاف دبل داش، ادي الاف داش عند نيجاتيف 1 1 و2 و3 و4، اف داش عند نيجاتيف 1 بالبوزيتيف، عند ال1 بزيرو، عند ال2 نيجاتيف، عند ال3 زيرو، الاف دبل داش عند النيجاتيف 1 بنيجاتيف وعند الواحد كمان بنيجاتيف وهنا زيرو. بس ده اللي عايز، ده تحليلنا للجدول. لوكال ماكسيمم فين بقى؟ لوكال ماكسيمم عند الاكس بتساوي باينة يعني 1، لوكال مينيمم عند الاكس بتساوي 3، ديكريزنج من 1 ل 3، كونفكس اب قبل ال 2، انفليكشن عند ال 2. لو جي بتساوي اف اوف اكس بلس 5 يبقى الجي دي ليها لوكال ماكسيمم فين؟ الاف اللوكال ماكسيمم بتاعها 1 ونيجاتيف 6، بنعوض ب1 اللوكال ماكسيمم 1 الواي بتاعته دي شبه تانية ثانوي، ان f of x دي لما نزود لها 5 هتبقى ليها نفس اللوكال ماكسيمم، اللوكال ماكسيمم عند 1 يفضل عند 1 برضه.